السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هناخد درس الحياة الاقتصادية، كل ده تاريخ يا شباب. تمام، برضو مش هقدر اقول ايه هي الحياة الاقتصادية قبل ما اتكلم، يعني اقول تعريفها الا ما اشرح الدرس. ومن خلاصتي للشرح انا عايزك تستنتج يعني ايه كلمة حياة اقتصادية. اول حاجة كلمة اقتصاد، اقتصاد اي دولة، ودي احنا الكلمة دي اخدناها قبل كده يا شباب. انا بتكلم عن ثلاث محاور، اول حاجة بتكلم عن الزراعة، بتكلم عن صناعة، بتكلم عن تجارة. حلو قوي. طب اما اجي اتكلم انا دلوقتي عن الزراعة في مصر القديمة، فاكرين احنا قلنا اول حاجة ايه؟ اما جفت الامطار نزل الى الوادي فزرع، والزراعة علمته حياة الاستقرار. يبقى اما اجي اتكلم عن الفترة دي ان هو عرف الزراعة، عرفها في عصر عن دولة، عصر حجري قديم ولا عصر حجري حديث؟ لا، بتكلم هنا عن عصر حجري الايه؟ الحديث، اللي هو عرف فيه الزراعة. يعني ايه زرعه؟ اول حاجة زرعها، اول حاجة زرع الحاجة اللي هياكلها، يبقى هيزرع ايه؟ حبوب يا شباب، اللي هي القمح والشعير والذرة والكلام ده كله. طيب انا هل انا عندي في مصر القديمة العوامل اللي ساعدتني على توفر الزراعة؟ طبعا انا عندي مناخ مصر الجميل المعتدل طول العام، انا عندي نهر النيل ودي اهم حاجة، المية، انا عندي ايدي عاملة. هو ده اللي انا اقدر اقول عوامل ساعدت على قيام الزراعة في الفترة دي. طبعا احنا عارفين عوامل ساعدت على قيام الزراعة دلوقتي حاجات اكتر من كده، بتكلم عن فترة مصر القديم. طيب خد بالكم ان هو كمان اهتم في الزراعة بحفر ترع، واهتم باقامة سدود. طب انا اتكلمت عن الفترة دي، يبقى انا قلت ده عصر حجري حديث. طب ده ظهر في انهي دولة؟ قالك ده ظهر في الدولة الوسطى اللي هي عصر الرخاء الاقتصادي. تمام، اما اجي اتكلم برضو اكمل في الزراعة، ان هم عرفوا يعني ايه فصول زراعية. هم ثلاثة بس يا شباب، خدوا بالكم من الحتة دي، ثلاث فصول زراعية، هم ثلاث فصول زراعية يا ولاد. خلاص، اللي هو انا عندي عصر بذر، فصل بذر، وفصل فيضان، وفصل ايه؟ حصاد. حلو، انا ببذر الارض، بيجي الفيضان يروي لي الارض، بعد كده بتنحسر الارض، المية عن الارض، بيظهر فصل الايه؟ الحصاد. طب انا عايز اقولهم ايه بالترتيب؟ قال لك اول حاجه الفيضان يا اولاد، بعد ده الاول، تمام، ان الارض الميه بتروي الارض، بعد كده تاني فصل اللي هو فصل الايه؟ البذر، بعد كده يا شباب فصل الايه؟ الحصاد، اللي انا بلم الايه؟ المحصول. ده بالنسبه للزراعه. زرعنا ايه؟ زرعنا اهم حاجه، زرعنا كل المحاصيل، احنا زرعنا حبوب. طب ايه تاني غير الحبوب؟ قال لك لا، انا زرعت ثمار فاكهه، انا زرعت البقول، انا زرعت الخضروات، بس الحاجات الاساسيه خضر يبقى بصل وايه وثوم، بقول عدس وحمص، وحبوب قمح وشعير، فاكهه عنب، وبقى الحاجات الايه الاساسيه. استخدمنا برضو بعض الالات في الزراعه يا شباب، زي الفأس ده عشان نقلب بيه الارض، وزي الشادوف حاجه كده، انا اسف اللفظ، يعني زي الدلو كده، بينزل البير او بننزله النهر، بنملى ميه ونبتدي ايه نسقي بيه الايه الارض. فكره الشادوف قريبه شويه من فكره الايه السوائي، او فكره الترع اللي هي بنوصل للميه للاراضي اللي ما بتوصلهاش ميه. طيب انا عندي ده بالنسبه للزراعه، انا عندي بقى صناعه. اول حاجه اقول لك ايه هو تعريف الصناعه، هنقول هو تحويل الماده الخام، تمام، الى منتج. انهي مواد خام؟ المواد الخام سواء كانت زراعيه يا شباب، سواء كانت مواد خام حيوانيه، خلاص زراعية او حيوانية، او عندي المواد الخام الايه المعدنية. تمام، طيب ده بالنسبة للمواد الخام. انا عندي اشهر سؤال يجي يقولك ليه تعددت الصناعات في مصر القديمة؟ تعددت صناعات عشان تعددت الموارد الطبيعية، يبقى عندي تعدد صناعة يعني كترت، انا عندي اكتر من حاجة من الصناعة، عندي صناعات حجرية، صناعات فخارية، معدنية، خشبية، منسوجات، ليه كتير كده؟ كتير كده عشان عندي موارد طبيعيه ربنا ادهالي كتيره، فالانسان المصري القديم استغلها. طب اشهر الصناعات الحجريه، والدليل عندي على كده ان انا عندي عصر حجري قديم وحديث، يبقى اول حاجه الحجريه، والدليل على كده عندي هو دي اكتر حاجه كانت متوفره عندي، حجر، واستغل الحجر، استغله في ايه؟ صناعه الاسلحه والادوات والاوعيه. عندي بعد كده الصناعه الثانيه الفخار، واحنا قلنا الفخار ده ظهر في العصر الحجري المعادن، ظهر في عصر الايه؟ لا الحجر الحديث، انا اسف، ظهر في عصر الحجري ايه؟ الحديث، الفخار يا شباب، والناس ابتدى يستخدمه الى جانب الايه؟ الزراعه. تمام، عندي بعد كده صناعه الزجاج، يجي يقول لك بما تفسر تقدم المصري القديم في صناعه الزجاج؟ هتقول تقدمه نتيجه رمال الصحراء.
رمال الصحراء، وده اشهر سؤال بيجي في الجزئيه دي يا شباب. عندي بعد كده صناعه المعادن، وانا عندي عصر اصلا اسمه عصر المعادن، كل ده قبل تكوين الاسرات، حلية، ادوات زينه، اسلحه، معادن، كل ده ايه استخدام المعادن. اشهر قلنا اشهر معادن النحاس، استخرجناه من شبه جزيره سيناء. بعد كده ايه الحديد، وتوسع بعد كده في استخدام المعادن الزنك والرصاص اللي هو الايه خلطناه ببعض بدا يدينا الايه البرونز. عندي الصناعات الخشبيه، ليه خشبيه؟ علشان انا عندي رحلات تجاريه لعده مناطق، عندي النوبه، عندي بلاد بونت اللي هي الصومال يا شباب، عندي بعد كده بلاد فينيقيا اللي هي لبنان، لجلب كل ده لجلب الاخشاب. عملوا ايه بالخشب؟ كل حاجه بقى. اول حاجه التوابيت لدفن الموتى، بعد كده الابواب واساسا ايه للبيوت ومقاعد. عندك صناعه المنسوجات، محدش يقول لي قطن، منسوجات يعني كتان. هنا صناعه المنسوجات يا شباب اللي هي ايه مقصود بيها كتان، خلاص. بيستخدموا الانوال اليدويه، النول، خلاص احنا عارفين النول، احنا كنا واخدينه في الزراعه، حاجه مربعه كده من الخشب، حاجه كده مربعه من الخشب، وبحط هنا كده مسامير فوق ومسامير تحت، وببتدي ايه اوصل ايه امشي الخيط كده، يفضل طالع نازل، واقعد بقى اعمل ايه في اشكال، تمام. ده بالنسبه للصناعه. هاجي بعد كده انا بتكلم عن حياة الاقتصاد، هتكلم ونسى صناعه جلديه، معلش انا اسف، صناعه جلديه، الجلود بقى، جلد الحيوانات بداوا يصبغوها، يعملوا صبغ ودبغ الجلود، خلاص. عملوا بقى مقاعد، عملوا وسائد، عملوا اسره، لا ابدعوا يعني. وبعدين صناعه البردي، نبات البردي هو زرعه وصنعه. البردي زرع من صنع منه الورق، دي اشهر حاجه، حصير، حبل، قوارب، قارب، قارب دي حاجه بسيطه جدا، السلال، تمام يا شباب. هاجي بعد كده عند بقى اخر حاجه التجاره. التجاره اما اجي اتكلم عن التجاره هي عمليه البيع والشراء سواء كان داخل او خارج، خلاص. داخل طبعا هتبقى تجاره ايه داخليه، خارج هتبقى ايه تجاره خارجيه. حلو قوي. اما اتكلم عن التجاره الداخليه، انا عندي طرق استخدمتها، عندي طرق مائيه وعندي طرق بريه، تمام. طيب تجاره داخليه كطرق مائيه هستخدم فيها مين يا شباب؟ نهر النيل. نهر النيل ده ليه عامل اساسي ان هو ربط لي شمال بجنوب مصر. طب حلو قوي. التجاره الخارجيه هتكلم عن بحر احمر وبحر متوسط كطرق مائيه. الطرق البريه انا استخدمت فيها الدواب. ايه هي الدواب؟ انا اسفه يعني الحمير والجمل، دول اللي استخدمتهم في نقل الايه او الخيول والجمال والحمير برضو، دول اللي استخدمتهم في التجاره الداخليه، تمام. انا لما اجي اتكلم عن التجاره الداخليه انا قلت ايه حركه البيع والشراء داخل مصر، دي كانت بين الاقاليم والقرى المصريه، استخدمنا فيها نهر النيل. تجاره خارجيه البيع والشراء بين مصر والدول الاخرى، ودي استخدمت فيها البحر الاحمر والمتوسط وبرضو نهر النيل، لان نهر النيل ربط عندي مصر والسودان وربطني بدول افريقيا كلها، تمام كده. عندي بقى حاجه اسمها مقايضه، انا هبيع واشتري بايه؟ بحاجه اسمها مقايضه. ما كنتش لسه عرفت ايه يعني ايه نقود، اول ما استخدمنا النقود بعد كده دي هناخدها الترم الجاي. هنا نظام المقايضه، مبادله سلعه بسلعه، مبادله سلعه بسلعه، انت عندك برتقال انا عندي موز، هات شويه برتقال خد شويه موز وهكذا. طيب انا بقى كده انا قلت الاول يعني ايه حياه اقتصاديه، قلت لك اما اجي اقول لك لا محورها ايه زراعه صناعه تجاره. طب يعني ايه حياه اقتصاديه؟ من اللي انت شفته ده مجموعه الانشطه الاقتصاديه المختلفه، مجموعه انشطه اقتصاديه مختلفه اللي هي صناعه تجاره، تمام. يبقى انا كده اتكلمت عن حياه الاقتصاديه زراعه صناعه تجاره، وقلت بيزرعوا ايه، صنعوا ايه، تاجروا في ايه، يعني ايه الزراعه ابتدت ازاي في كل عصر. خلي بالك انا ربطتها لك بالدول اللي احنا درسناها، الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه، كل حاجه عملنا فيها ايه. خد بالك ان في الدوله الوسطى حفرنا ترع واقامت سدود اللي هي المشاريع بتاعت الري. عصر الحجر الحديث زرعنا ايه ونزلنا منين، من الهضبه للوادي. بعد كده في الصناعه خد بالك ان عندي صناعه فخار، عندي صناعه حجر، في كل تقريبا عصر صنعنا حاجه مختلفه. حجر يبقى عصر حجري، فخار عصر حجري قديم وحديث، فخار في عصر حجر حديث، الزجاج ممكن نقول في استخدام احدث شويه يبقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عصر المعادن.
عندك عصر معادن، عندك بعد كده صناعه المنسوجات، في كل فتره عملنا حاجه مختلفه. اخرها طبعا الايه التجاره، لما نزلنا الى نهر النيل وعرفنا حياه الاستقرار، ابتدينا نتوسع بقى علاقه ما بين الدول، وابتدينا نكون يعني ايه دوله وسطى ودوله قديمه ودوله حديثه. ابتدت الدوله معانا تكبر، فابتديت اعمل عمليه الايه التجاره اللي هي عمليه البيع والشراء سواء داخل او خارج الايه البلاد. وقلت في الداخل بستخدم نهر النيل كوسيله نقل ومواصلات، وفي الخارج استخدم البحرين ونهر النيل برضه، اساسا البحر الاحمر والمتوسط. انا كده خلصت منهج التاريخ، تمام كده منهج التاريخ خلص. لو في اي حد عنده اي سؤال، عنده اي حاجه مش فاهمها، يبلغني يا شباب حتى على الخاص. السلام عليكم.